FM. الكلمة ليك. نبيل الجارسي الحاضرة اللي مازالت في العروض نتاعها مع الفاضل الجزيري، وثم اخبار كونه ثم نوبة جديدة مع مع الفاضل الجزيري ان شاء الله بقدرة ربي باش ندخلوا قريبا جدا، باش ندخلوا في البرايف نتاع نوبة اثنين تعاود بصيغة اخرى. نوبة 2017 كيفاش التصور نتاعها باش يكون؟ نذكروا لي نوبة في تعملت، كانت نقلة نوعية، كانت ثورة في الفن الشعبي في تونس. هي عملت المصالحة ما بين الجمهور والفن الشعبي. 91 ثورة كبيرة لليوم نسمع في أغاني نوبة. تاريخ كبيرة، عمل ضخم حجم كبير برشا بصراحة. شاركوا فيه واسامي كبيرة أهم الأسماء في تونس. إسماعيل الله يرحمه، إسماعيل حطاب الله يرحمه، الهادي حبوبة، والنجاح الكبير إن شاء الله ربي يفرج عليه. الهادي حبوبة وبرشا أسماء أخرين معناها، لطفي بوشناق نذكره، سلاح مصباح، أسماء كبيرة ياسر شاركت. فاطمة بوساحة يرحمها في اكتشافها وقتها، ما كان حد يعرف فاطمة بوساحة، تعرفت في العرض هذاك الصالح الفرزيد. كيف أسماء كبيرة بيانصير كانت مشاركة. النوبة سنة 2017 كون الأسماء اللي زعمة تكون موجودة، عطينا سكوب. والله إيش نقول لك، مازال ما ركحش الغربال، قاعد الغربال مازال ما كملش خدمته. مش نلقاو أسماء كبيرة أسماء صغيرة؟ النجوم جدد ولا نجوم قدم؟ باش يعمل مراوحة بين هذا وهذا، ميلانج بيناتهم الزوز، يعني بين كيفاش كان الفن وكيفاش ولا توا، ويعمل باش يعمل خليط. هذا اللي فهمته مبدئيا أنا. وهو مك تعرف الفضل الجزيري كتوم، ما يحكيش إلا ما يحضر أمور الكل. في السينوغرافيا باش تقعد هي بيدها نفس الكونسيبت اللي لا تصور باش تبدل. لا تصور آخر، نتصور تصور آخر خاطر 2017 حكاية أخرى. لو بين 91 يعني فما 20 وزيدهم 5 أو 25 26 سنة الحكاية. سنوات عمر كامل، جيل تصور كامل، تصور جديد تو. نوبة أكبر من صدام. هي الموسيقى تو كلها برسك تبدلت راه. قعد الأرضية هي بيدها صحيح، ولكن تبدلت الموسيقى تو، الموسيقى شبابية أكثر منه. جستمو هزيتني للسؤال اللي حاجتي بيه تو، بين المزود قبل والمزود اليوم، برشا اتهامات المزود اليوم يقول لك ولا كأنه راغب على ما يغني، ولا ياسر للنهواند، ياسر للكردي، ياسر في الجو هذاك. وين وكل المزود الكاسح هذاك متاع قبل، أكل القبيح هذاك، أكل الزوفري بلغة المزودية، وين وذاك يظهر لي غاب؟ سؤال وجيه والله، سألتني سؤال تمنيتك تسألوه لي وانت سألتوه. والحمد لله. الحمد لله. باي اخوي، مش نقول لك نبيل القرسي اش قاعد يعمل تو. نبيل القرسي نحب نرجع اصل الربوخ. الربوخ تمحى وينه؟ ما فماش ربوخ. تو المزود، آلة المزود ولا ضيف المزود، يا اخو جملة مع الكامانجات وتعدى على روحه. مع الكلافيي. كان لاحظتش انت في مرحبا المزود من اللي بدات للي وفات. وهذاك اصل المزود. ما سكتش. هذاك هو المزود. الآلة الأساسية هي المزود. فهمت؟ والمقامات قلت لي نهاونت وكذا. تو كي باش تسمع الحسين هذا وين ومتروك، راه المقام اللي تخدمت عليه الغناء هذا. بالنسبه للغنيات الاخرين خادم على محل العراق اللي هما توا كلهم رصد يستعملوا ياسر رصد ورصد، راه مقام شرقي ماهوش تونسي. ما هو استسهال زاد على المقامات. نحكي لك نقولوا رصد وكردي ساهلين فوالا، لكن محل العراق راه يفكرك في شيء كبير، راه يفكر في راول جورن وجوستومون، ومش اي واحد يقدو يفكرك في القدم يعني، واصل النغمه التونسيه. عندي المزموم في بلاصة الجهركة اللي قلت عليه انت توا، فهمت؟ المزموم الاصل نتاعنا، الجهركة مش نتاعنا، اما يخاويو يقابلوا بعضهم. عندنا السيكة الجبلية نتاعنا، اسمعها، عندي سيكة بالذكرى على الذكرى. قاعد نحب نرجع الربوخ بكل صراحة، تنحى الربوخ. وين النوبة؟ وكنا بكري نسمعوا في مرحبا اللي هي دخلة قوية معناها في المقامات التونسية. الروح المزود، روح الربوخ هذاك، بتقنيات عالية. اليوم خاطر كي نحكيو زد على التقنيات، نحكيو على تقنية التسجيل أكيد. اليوم نحكيو على ماسترينج، نحكيو على ميكساج اللي هم مهمين. وثم برشا غنيات أنا نتمنى كل مرة كي نسمعهم نقول إيش خص كان يتعاودوا. صحيح. ثم برشا حاجات لهادي حبوبه مثلا لصلاح الفرزي، ثم حاجات من الاسماء القديمه زاد لمحمد الروج الغيرو، اسماء مهمه على الاخر واغاني مزيانه، لكن اليوم عباقرة اللي سميتهم. ما عادش نجم تسمعهم عباقره، اللي سميتهم عباقره، خلاو تاريخ حتى بالماتريال القديم، خلاو تاريخ والى يومنا هذا، الى يومنا هذا خلاو بصمه ما تفسخش. هذوما اهرام تاع فن شعبي اللي سميتهم، مع كامل احتراماتي للجميع، هذوما هما الباز، هذوما الساس. من بعد الصغار خذاوا عليهم سيد سويت، وحتى الصغار قاعدين يخدموا في خدمه باهيه، برك الله عليهم، وخمسه خميس عليهم، والكل اضافه لتونس وعلم تونس. من شكون تعلم نبيل القرسي؟
والله ما عنديش مدرسة معينة. المعلم. ما عنديش مدرسة معينة صدقني صدقني، خليت بالوذن وأنا في الوقت اللي أنا فيه وحبيت نتعلم وتغرمت. ما إيش من الدولة كي ملكية وما فماش كاساتات، يعني يزمك باش تحفظ يزمك تمشي للسهرية على عين المكان باش تبدا تاخو مش عدي تسهريات. نبيل قارسي فرحاني برشا اللي انت بحضنا اول مرة على كابا فيم، نسمعوا في جديدك اليوم بكري نسمعنا هذه ثالث غناية مخلولتي الربوخ مع نبيل قارسي. ظهر لي رجعة 2017 كان بالربوخ كان بالمزود في حقه المزود هذاك، هذاك هو اللي قاعد نسعى له، قاعد نسعى باش نرجع الربوخ الاصلي، هو هذاك اصل الربوخ. شكون اللي ساهم معناتها في انه المزود يتراجع؟ الفنان، الساحه الفنيه، انماط جديده دخلت على الموسيقى التونسيه، برشا عوامل، برشا عوامل بما فيهم توا كيما قلت لك. خاطر شوف فما جينيراسيون من جينيراسيون، احنا كل 10 سنين جينيراسيون، وكل جينيراسيون شنو التوجهات نتاعها، شنو اللي عجبها شنو اللي ما عجبهاش، انسيت سويت. والفنان ش قاعد يلوش؟ يلوش في الوذن المتلقيه شنيه، شنو اللي تحب الوذن، يبدا يلوش بشويه بشويه بشويه، كي يلقى روحه في نمط معين يركح غاديك. هذا هو. لكن انا من منظري انا اصل الربوخ لو كان تشبعهم به شبيبه راهو يفهموه بالكدا بكدا، راهم تبارك الله ذكيين، راهو توا جينيراسيون تاع توا. انا قبل بيس وزرابط توا يا معلم، دنيا وانترنت وعالم اخر، عالم اخر يعني، قويين في مخاخهم تبارك الله ما شاء الله عليهم. بقينا كيفاش تدخل لهم المعلومه. انا مثلا ننتقي الكلمات الساعه، انا نحب انا البو وولده وبنته ومرته يسمعوا الغنايه ما عندهم حتى احراج. ماذا بيك الكلمات الشوارعي برشا 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 فوق القيمة؟ لا، ماذا بنا؟ لا، ماذا بنا الكلمة البنينة الهاتفة واللي توصل للوذن من غير وجيعة، ما تعملش حكايات وما تحشمش البنية من باها ولا من أمها والخو من أخته، فهمت شنو اللي الناس عالوا أنا ولا هذا هو. اليوم المزود في حرب إعلامية مع فن آخر اسمه الراب، مع موجة بعد الثورة على الأقل متاع دي رابور اليوم يعملوا في نمبر دو فيو، يعملوا في نجاحات كبيرة، هذه حقيقة ما شاء الله عليهم. المزود كيفاش ينجم يرجع في السباق؟ والله شوف شوف ما نجمش خاطر شوف هذا راهو نوع وهذا نوع. شوف الراب راهو عنده نوعية خاصة وفن، نحترم جميع الفنون. انا راهو الراب عنده جو وعنده ناس وعنده ناس اللي تسمع. الربوخ كيف كيف، وفما اللي يجمع بين الزوز وكل وقت ووقته ولكل مقام مقال. كان بحثنا هشام سلام وسالته نفس السؤال هشام. أيوة. كانت اجابته يظهر لي واضحه على الاخر، قال لك انا بدي نسمع الراب اما ما نجمش نشطح الراب، كيبدا عندي ربوخ وعندي عرس ما نجمش نجيب كافون ولا نجيب حمزاوي ولا نجيب بيجي، نجم نجيب كان مزاودي في الربوخ نتاعي. فما شكون يشطح؟ فما شكون يشطح الراب؟ نحكي على العرس موجود. العرس هذا يحكي على العرس، على الفرحه. تصور واحد عمل فرحه بكلاي بي بي جي مثلا، هو حر يجيب اللي يحب، راهو هنا ما نجموش. لا نحكي على الفرحه وقت اللي نحكيوا على عائله ملمومه باش يحطوا كاسيت حتى مش باش يجيبوا. والله اذواق، والله يشطحوا، والله تحير هنا بصراحه اذواق. حضرت عرس فيه راب؟ اذواق اذواق يا خويا، ما نجمش نقول لك انا ما حضرتش، اما اذواق يا خويا. اذا كان السيد يحب يجيب راب بيجيب راب، نقولوا له لا تصور واحد جايب سفران، يحب يجيب ربوخ، يحب يجيب سلامية، يحب يجيب موزيكا، يحب يجيب عوادة، يحب يجيب بوسعدية، أموره شو نقول. الراب فك جمهور من المزود؟ علاش نحسبوها هكايا؟ لا لا لا، هذا عنده جمهور وعنده الناس اللي تسمع، والنمط الآخر زاد كيف كيف عنده ناس وعنده جمهور. ما نجموش ما نقص جمهور المزود؟ لا لا ما ينقص جمهور المزود، ما نقص جمهور المزود، يستحيل. خلينا نمشي يستحيل. كي تعرف كيفاش، شوف هاني قلت كل حد كيفاش ياخو. انا كي ندخل المحفل في خدمه ولا في حفله، كي نغزل الببليك بالخبره باللي تحب انت، نعرف شو نقول، نعرف شو خرج من فمي. مش عروسه مصدره ونجيبها لهم مزموم، ما تجيش يا معلم شطحها. عروسه مصدره ما تحكيش، برنسيب اللعبه نشطحها. ما تحكيش الفزاني يا ولدي، ما تحكي حتى حكايه. الفزاني وبنوره وتلقى الناس الكل في الطلعه ما فيهاش حتى لعب. اليوم نحكيو على حاجه اخرى، اليوم نحكيو على يوتيوب، نحكيو على فيسبوك، نحكيو على دي باج سبونسوريزي، نحكيو على اسماء تحقق في نجاحات كبيره، تحقق في نومبر دو فيو كبير ياسر. نبيل قارسي وين من الحكايه هذه كل، وين من الانترنت، وين من الخدمه هذه اللي يخدموا فيها برشا فنانين؟ ولينا نحكيو حتى على مزودية، اليوم نحكيو على فن شعبي موجودين في الحكايه هذه، نحكيو على وتريين فاقوا مخر لما حاله بعض لي رابور، لكن موجودين في الانترنت، موجودين في اليوتيوب. نبيل وين في الحكايه هذه؟ أنا حسام راني قاعد نتحرك، والله قاعد نعمل أكثر من مجهودي، وإن شاء الله بقدرة ربي وعندي إنجاز كبير. أنا نحضر العرض كبير، قاعد نحضر في عرض كبير، اسمه المجموعة نتاعي مسماها ذوق 24.
قاعد نحضر في عرض كبير برشا ومستحق اصوات نسائيه، قاعد ننقي في اصوات نسائيه وعندي ديو ان شاء الله بقدره ربي انا نحب نخدمه وقاعد نلوج في صوت يوالم صوتي، وعندي كما قلت لك غنيات نسائيه حاضر بلاتو نتاعي انا اي. لكن اليوم العرض هذا ذوق 24 مع المجموعه نتاعك باش يحضر، وقتاش باش يحضر الساعه؟ السيفية ذي لا، السيفية ذي لا، السيفية الجاي قاعد نخدم فيه أنا توا، أما ما يحضرش. أما أنا عندي حاجة، أنا راني عندي شوية تأني، وفي التأني السلامة يا أخوي، أنا ما نزربش وما نخفش، أنا مش نقنع الناس، يزني نقنع روحي، ما نخرج حاجة عس عليا كيما تحب أنت، عس عليا نجيب غناية نجيبها بالقدا المليح يبتا، المليح يبتا. أما يظن فيك ياسر معناها مش تحب يظن لي مليح يبتا ياسر حسام، راهو فما عدة عوامل، راهو أنا نصرف على روحي يا أخوي الغالي، راهو ما فما حتى شركة تتقبل فناني تونس الكل يصرف على روحي، نصرف على روحي وانا انسان راهو تنجم تقول متوسط بس ما نقولوش حاجة أخرى. أغلب فناني تونس متوسط الحمد لله. أنا قاعد من قال ملاحي تونس تلو في إشكال، أنا عرفت كيفاش قاعد نخدم هكاك بشوي 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 بشوي، كيفك اللي عنده مرمى وعنده طرف فلوس، جات الفلوس يعيط للبناية وفات الفلوس من ظلكم تنعيط لكم. عرفت كلاش كنت تحكي اسمه حسام الساحلي نبيل الجارسي. وقتاش نلقاو عندك كليب موجود على اليوتيوب؟ ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله. خم جديا موجوده موجوده الفكره، قاعد انا هي الغنيه اللي مش كون في الكليب. مرحبا ساعه باش تصير لها مرحبا طويله ياسر على كليب 9 دقائق. لا لا باش تصير لها حكايه اخرى. مرحبا باش نلم فيها جميع اعمالي اللي قاعده تدور في اليوتيوب اللي تدور معناتها، وباش نحطهم ستيل فيديو على الفرحه. ولا هذه مجموعه ذوق 24 هذه مبدئي. بالنسبه لشنو اللي ناوي نصور، ناوي نصور مخلولتي وناوي نصور ايش رايك فيا اللي كانت اللي كنا نسمعوا فيها نسمع فيهم ومخلولتي اللي هما في اللي هما يستحقوا الكليب ان شاء الله. كانت هبطهم على الكليب وشويه خدمه على شان يوتيوب وشويه خدمه على الفيسبوك. ينجم نبيل قارسي نلقاوه من نجوم الصيفه هذه ان شاء الله. ما ينقص حد شيء نبيل قارسي للامانه، وهذه كلمه حق نقولها، ما ينقص حد شيء باش يولي نجم. وشفنا اسماء وشفنا اصوات حتى اقل في قيمه العمل، مش استنقاص منهم، لكن عرفوا يخدموا رواحهم، عرفوا يوصلوا اصواتهم. نبيل قارسي تذكرني شويه، ولاني المقارنه ممكن ما تعجبكش ياسر، بمصطفى الدلاجي. مصطفى الدلاجي لحيات عمره يخدم في الخفاء وما ظهرش، ومن بعد ديكون مصطفى اليوم نحكيوا على انا حاضر كبير. في التاريخ هذاك اخويا الراجل هذاك تظلم حقه عده مرات، شبه لي هو بالحق، يشبه لي في حكايتي، شبه لي في حكايتي بالضبط. تظلم قدامي انا، قدام عيني، ولا فائده من ذكر الاسماء، قدام عيني تهضم دوبوي اكستون، راه عنده برشا تعب برشا الرجل هذاك، وربي سبحانه في الاخر كفاه وهذاك يستحق بكل صراحه. نبيل ينجم يعمل نفس الباركور كما 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 عملوا مصطفى الدلاجي، اكل بوم في عام غنايه اللي تضرب، يولي الله أعلم. في البلاتوات في التلفز، يولي في الحفلات، يولي نحكيه على نجم اسمه نبيل الجاسي. الله اعلم، هو كرمه ربي ان شاء الله ربي يكرمني، عاز ما يتقال ان شاء الله. بيه نرجع شويه بالتاريخ من الاسماء اللي كان نبيل قارسي مساهم في نجاحاتهم، للعباد اللي تسمع فينا وما يعرفوش. ما نقولش مساهم، لا لا ما نقولش مساهم، لا لا هو ديما باقي نرجع لك، راهو عند ربي، راهو النجم انا نخدم عمل المطرب وغيري يخدم عمل المطرب، العمل نتاعي ما يمسش والعمل نتاع زميلي يمس، مش هكا نقيسوها الحكايه. لكن قدمت اعمال ناجحه، انا قدمت ام السفساري مثلا نبيل قارسي، بامضاء نبيل قارسي، ام السفساري لحني انا قد. اي التو تتغنى الى يومنا هذا، الحرم والحولي الهادي حبوبه، سمير لوسيف يا هجره مليت، ما عادش يجيني يا العمه، يا مريض يهرب، عبد الكريم بزرت يخذ من عندي لومي على اللي ظامه، خدمت النوبه مع هذه الدنيا، انا محترف ايقاع، محترف غناء شعبي، محترف موسيقى وترية، انا المطرب الشعبي الوحيد اللي طلعت على مهرجان الموسيقى الوترية، وطلعت مطرب ولحن عامين على التوالي. انا مشيت للانستيتيو دو موندرا، بعثتني وزارة الثقافة، قدمت الفن الشعبي غديكا بصيغته الاصلية. عام 2006 عملت عرض انا مقداد السيلي اسمه المزود، هو يقول على طريقته كما تعرفوا مقداد وطريقته، وانا بالطريقة الشعبية وبالجبة بكرونق هذاك التونسي. مش نقول لك سي في طويل عريض بكل صراحه، شعر وملحن
وبرشا اسماء وبرشا نجاحات كي تقول الحمد لله. يا العمه مثلا، يا العمه من الاغاني اللي اليوم تتسمع اليوم رغم عندها سنوات، ام السفساري من الاغاني اللي اثرت برشا، اللي كانت نقله زاده في تونس بامضاء نبيل قارسي. لكن احنا للاسف ديما نتذكروا الفنان، ما نتذكروش شكون اللي صنع الاغنيه، شكون اللي وراء الاغنيه. اليوم يظهر لي وقايه نبيل قارسي باش يكون هو صانع الاغاني نتاعو، ويكون هو في التصويره، ويكون هو في الصوت، ويكون هو مسموع. نبيل قارسي للاسف اليوم ثم برشا فنانين ما يستعرفوش، وسمعنا تصريحات العباد ما تستعرفش، ربي يهدي العباد، وكانهم هما تولدوا تا، وكانهم هما خلقوا الشيء هذاك، ربي يهدي، والنجوميه تغر، ربي يهدي. ان شاء الله الله اللي يغير لنا لحال ولا طبيعه، انا هذا ما نقول. شنو تنصحهم العباد هذوما؟ ربي يهديهم فقط، ربي يهديهم اكثر شيء من هكا، الله يهديهم احسن دعوه، ربي يهديهم. ان شاء الله نكونوا حنينين على بعضنا، علاش الحزن؟ علاش البغض؟ ما يسالش، نزح حسام نشجعوه، نجح اكس نجح جريك نشجعوه، شنو هي المشكله؟ شنو هي المشكله؟ علاش تتبعني ونتبعك؟ انت كلها اضافه، في اي ميدان اضافه، في الفن الشعبي مثلا نجحت انا، نجح الدلاجي، نجح اكس نجح جريك، هكا ولا اضافه للفن الشعبي، اضافه للاغنيه الشعبيه، في ميدانكم توما مثلا، في ميدان الاعلام كيف كيف، في ميدان التمثيل كيف كيف، ما كلها فنون ولا باقي نرجع لك، كلها اضافه لتونس، تحيه تونس، الكلها اضافه لتونس، تفتخر بنا تونس ونحن نفتخروا بها. علاش علاش نقعد انا نتبع فيك ولا تتبع فيا، ولا يجيو يسالوني على فلان نقول لا والله مش حاجه ولا متوسط ولا فاش قام؟ فاش قام؟ علاش؟ ثم شكون عطى عداد اصلا؟ فاش قام؟ شكوني انا باش نقيم الناس؟ يا حسام عايش خويا، شكوني انا باش نقيم الناس؟ ما يجيش راهو مش معقول. الله يسامحهم الناس هذوما، وباقي نرجع لك، ربي يهديهم، ربي يهدي مخلق، ربي يهدي مخلق. وانت هزيتنا نحكيو على الوضع العام في تونس، نبيل قارسي ووضعيه البلاد اليوم. الله يقدر الخير يا اخي، شو بنقول لك؟ بالتنهيده بكل صراحه وضعنا ما يعجبش من جميع النواحي، قيسها كيما تقيسها، اما راهي هذيك هي. نبيل قارسي ان شاء الله ربي يستر، عنده ثقه في السياسيين اللي يحكموا اليوم؟ ان شاء الله ربي يبعث لنا اللي يخاف ربي، ان شاء الله ربي يبعث لنا اللي يخاف ربي، اما اللي ما يخافش من ربي ربي يبعدوا علينا بكل صراحه. كلهم يدعيوا اللي يخافوا ربي، فما ربي. تتهرب من الاجابه؟ مش نتهرب، يقيد عليهم ويقيد عليا ويقيد على الناس الكل، سبحانه اللي ما ينام يا معلم. انا شنو نظهر انا؟ حكايه فارغه، حكايه فارغه. كيفاش ينجم الفنان يغير اليوم؟ كيفاش ينجم يغير؟ اقلوا هنا، اقلوا هنا يعاون شويه، يساهم، عريض بلوشي بالنسبه لي هو بلوشي، ها وكل المداخيل، كل مره فنان يعمل مدخول لك الزواوله، ها انا شويه وانت شويه وذاك شويه وذاك شويه، ها مش يتهز شويه الحال. الفنانين عندهم العقليه هذه، كل حد وكيفاش تربى، كل حد وكيفاش تربى، والساس اللي تربى فيه، اللي تربى على الحن يقعد حنين، والتربى في الخير يقعد ديما ولد خير. ثم فنانين توا في عمر معين يعانيوا ما تذكرهم حتى حد. اي نعم، للاسف، شيء اسف، شيء اسف، عيني زغلت بدموع، شيء اسف، صدقني شيء اسف بالحق. انا نعرف حالات وريت حالات، حاجه ما 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 كاتاستروفيك، حاجه ان شاء الله ربي معهم، ان شاء الله ربي معهم، ان شاء الله ربي معهم. وزارة الشؤون الثقافية مسؤول على وضع الفنان اليوم في تونس؟ نورمالمون. وشنو هي وظيفتها هي؟ مسؤولة بالطبيعة، مسؤولة. سامحني بالله واحد كيفي أنا، علاش ما دعمنيش أنا وزارة الثقافة خويا الغالي؟ قدمت الدعم ورفضوه؟ علاش؟ لا 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 عايش خويا باش نداوها في حين راهو، وجوه راهو الدعم. أمان حسام هذه حقيقة راهو ما يهرب منها حتى حد. ومانيش مانيش مانيش حاطط صبعي في شخص معين، نحكي أون جينيرال أنا. بصراحة بصراحة وين وزارة الثقافة؟ حسام سويل وجيك عايش خويا. في القديم وفي الجديد؟ هي ويني؟ يقول لك قدم لي بالوجوه، قدم لي ملف بالوجوه عايش خويا. حتى وكي لا فن ملف شعبي تمشي لا سامحني، مش مستعرفين بين جملة. برشا فنانين شعبيين خذوا دعوم كبيرة. ويني انا انا صندوق على الابداع درنيار مو برشا عباد وين خذوا علاش ما اعطونيش دعم انا؟ اكثر من 100,000 دينار. علاش ما يدعمونيش انا واحد من الناس؟ علاش؟ ما قدمتش انا، خاطر لو كان دعموني تو نزرب ونولي نحضر العمل اللي قلت لك عليه، وقاعد نتأنى، خاطر نتأنى من ناحيتين، نتأنى على الكاليتي ونتأنى على الفلوس زاد. ماني زاد كيما قلت لك، اليوم فما غدو ما فماش، شنو نعمل انا؟ مشيت دقيت البيبان ورفضوك؟ يا ودي عايش خويا بالله، قلت لك هذا موضوع كان باش نتواصلوا فيه ما يفاش، يحب لنا حصتين ثلاثة نحكيو فيها، علاش هكا؟ علاش؟ 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 شنو وجودها؟
ماذا بيا وزير الثقافة يكون يسمع فيا أنا تو؟ شنو وجودها؟ صوتك يوصل إن شاء الله إن شاء الله. مظلوم نبيل قارسي؟ والله ما نقولش مظلوم أنا، ما نقولش مظلوم، قول ربي كبير يا خويا وربي يهدينا على بعضنا، باقي نرجع لك. أما ما يسالش. أما 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 شوف نقول لك حاجة، الدوام ينقب الرخام، الدوام ينقب الرخام، وأنا بقدرة ربي ما دام فيا عرق ينبض بالدم مانيش فاكك، مانيش فاكك، ما دام عندي ما نقول مانيش فاكك، بقدرة ربي. ها قدرة ربي، ما قال انا خاب العناء، اما التواضع مش هي من الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا متواضع، وان شاء الله نخلط الربع نتاع الرسول، دي سانتي من الرسول، ان شاء الله. بالتوفيق نبيل قاسم. ان شاء الله. نخليك المود لافان، شحاب تقول لعباد اللي يسمعوا فينا؟ نقول لهم ان شاء الله فرحين ديما، وان شاء الله كل مؤمن بخير، وان شاء الله تونس بخير، وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر. وشكرا للكابا فام على هالاستضافة الحلوة، ويعطيكم ألف صحة لكل أنت والفريق العامل، وألف تحية، ألف تحية ليكم وشدة السادة المستمعين. شكرا لك نبيل قارسي، نورتنا اليوم، كنت بحضنا في كابا فام أول مرة، وإن شاء الله مش آخر مرة أكيد، وإن عندك جديد نرجع نحكي على الموسيقى متاعك، نحكي على جديد متاعك نبيل القارسي، اللي أنا صراحة معجب برشا بالأغاني متاعك، معجب برشا خاصة بالجو التونسي الأصيل اللي غنيه نبيل قارسي. كابا فام الكلمة ليك.